معايا من امبارح مخرجنا الجميل اساتذه المصورين، مفيش واحد يلاقي حله كرنب في البيت ويقول انا هاكل بره. يعني حد يقعد مع نفسه كده دلوقتي واحنا بنتقدم الحلقه بيتصل على البيت، المدام فاجئته وقالت له عامله لك النهارده حله كرنب محشي لو معزوم على خروف ضاني. خروف ده ايه؟ خروف، ما هو خروف ضاني. لو معزوم على خروف، لو معزوم على ديك رومي، في اي عزومه طبعا ايه هيتنازل عنها ويروح ياكل الايه؟ محشي الكرنب. كرنب معانا احنا طبعا سويناه امبارح ورصناه في قلب الصينيه، شفنا التفاصيل بتاعته. يستاذن استاذ رحاب نطلع بمقادير محشي الكرنب على الشاشه عشان نذكر الساده المشاهدين المصداقيه والشفافيه، ده شعارنا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه بمقاديره. كرنب، بصل، توم، رز، الشيف المغازي اضاف حته لحمه ملبسه حلوه، كانت المقادير موجوده معانا اهي زي الفل. طبعا لازم ان احنا نغرفه بشكل يليق بيه طبعا ونهتم بيه لان تعبنا في طريقه تقديمه او في طريقه عمايله. اه سيرفيس حلو كده، عندك نعناع اخضر، عندك طماطم، ناخد كده زي ما هو. اللهم صل على النبي. طبعا طبق زي ده مهم جدا تهتم بيه في طريقه التقديم، نصيحه، لانه هو على السفره عنوان السفره، عنوان كرمك، عنوان اهتمامك. اللهم صل على النبي. الله، تدفع كام بقى واشيل الصينيه؟ قول لي طبعا. ايه كله عايز يشوف؟ ايوه هو ده، هو ده. على فكره ده يتاكل سخن. طب اقول لكم على حاجه والله العظيم، انا واكله امبارح محشي كرنب بنفس الطريقه. انا بعشق كرنب المحشي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ صل على الحبيب قلبك يطيب. حله الكرنب بتتكلم مصري. فاكرين ورق النعناع اللي انا كنت حاط عيني حد بس لازم احطه في النص كده. بشيل ده كده. فاكرين ده امبارح؟ امبارح اللي شاف الحلقه امبارح ازعل لو ما حدش شافها والله العظيم. اعيط. ده نعناع اخضر. ليه حطيته يا مغازي؟ عشان ريحه التوم اللي بتخاف ان يكون ريحه بقها توم لما تاكل محشي كرنب. شيف المغازي حط لك نعناع اخضر في قلب الحله. اهو 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 بالعروق بتاعته عشان نشيله كده علشان العروق مره. خلي بالك زي الفل. اهو دي فاضل ده. اهو اهو بس خلاص زي الفل تمام. خدت الطعم وخلصت منه. طريقه التقديم مهمه جدا. بنجيب سكينه وعندنا طماطم وعندنا نعناع سلايز ليمون. ده اللعيبه زي ما انت عايزه. ما انت بتكون عامله طبق زي ده كده بيحتاج من حضرتك انك انت ايه تقدميه بشكل حلو. طماطم زي دي كده. اللهم صل على النبي. ناخدها كده تقطعها شرايح اهي. الله. وسكينه مشرشره، سكينه منشار يعني. ليه يا مغازي؟ لان السكينه لما بتكون عندك المنشار ده كده بيساعدك انك تقطعي الطماطم شرايح او سلايز، ده المصطلح العلمي بتاعها والطهوي. زي ما بتشوفوا في المطاعم كده بتلاقي الطماطم متقطعه 10 شرايح 12 شريحه زي ما انت عايزه. سلايز الليمون نفس الطريقه، الخيار نفس الطريقه. ده مهم خلي بالك. الحاجات دي مطلوبه انك تتعبي على طبق او على اكله بتعمليها واخده الشعار المصري زي حله كرنب، شويه فته حلوين، طاجن باميه باللحمه الضاني، الحاجات دي كلها. ناخد الطماطم كده يا عم الشيف. الله، الطبق هينور على طول. شفت ازاي؟ تخيلي ده على السفره. وجربي كده مره اعملي مثلا ايه ديك رومي. ما بهزرش انا. ديك رومي كده وفخده ضاني ويكونوا الاثنين على السفره. هتلاقي كله بيقول لك تسلم ايدك على المحشي، بس طبعا لازم تعملي المحشي بخلطه المغازي. الخلطه بقى اللي هي ايه؟ تسبيكه البصله مع التومه، ويا سلام لو حطيتي شويه دبس رمان. الحاجات التفاصيل الصغيره دي، شويه نعناع يابس في قلب الخلطه، كل ده طبعا ايه بيبان في التسويه زي الفل. معايا نعناع اخضر. باخده كده. روح على اي بقى مكان مش هتلاقيه يتقدم بالشكل ده خالص. نعناع الاخضر غير اللي انا كنت حاطه في البدايه. الطريقه نفسها حلو. ده يقعد على السفره عندك بقى، ممكن يتاكل بارد يتاكل سخن، بس هو طبعا لو معمول بالطريقه اللي انا عاملها اللي هو باللحمه يتاكل سخن. طب بارد؟ يبقى حلو قوي. زمان كنا ناكله بارد. ولكن في فرق بين محشي الكرنب بالزيت
او ورق العنب بالزيت اللي هو اليالنجي المسمى الطهوي بتاعه في المطابخ الشاميه السوري او اللبناني، ده بيتعمل برز وخضره. او ممكن تستبدل الرز بالبرغل اللي بتحط للتبوله. ده طبق محشي على السفره بتاعتنا.